بعثة الزمالك الحمد لله وصلت السنغال عشان تقابل فريق تونجت في دوري أبطال إفريقيا من خلال الأجواء المالية، بعد ما موريتانيا رفضت أن البعثة تعدي من الأجواء بتاعتها، فالرحلة تاخد 3 ساعات بدل 5 ساعات، والبعثة راحت أولا للجزائر عشان خاطر يبقى في وقود في الطيارة، لكن ما قدرتش تتحرك من خلال موريتانيا لأن ما كانش فيه تصريح عشان خاطر يقدروا ان هم يعدوا منه. لكن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال محاولات مع وزارة الطيران ووزارة الخارجية قدروا ان هم يتعاملوا مع هذا الموضوع ويخرجوا في النهاية خالص بأن البعثة تقدر تتحرك وتوصل للسنغال عشان تلعب الماتش بتاعها. برحب بمعالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهلا وسهلا مع الوزير. الخير سلطان، الله يخليك، أهلا بيك، أهلا وسهلا بيك. يعني بحييك طبعا على جهودك وجهود وزارتي الطيران المدني والخارجية في حل هذه الأزمة. هو الحمد لله طبعا، هو يعني برضه مصطلحاتنا، هو فعلا البعثة يعني سافرت بسلامة الله، وهم تسهيلا أخذوا طيارة خاصة، والمفروض إن هم بيعملوا ستوب في الجزائر الدولة الشقيقة علشان يعني يعملوا يعني فويل أو يسولوا يعني أو يحطوا بنزين، بس هم في الأجواء فوق هي الدول يعني كلها مش موضوع رفض، لكن موضوع إن في إجراءات إدارية تصاريح بتاخدها وما خدتهاش بالشكل الامثل يعني. واحنا طبعا جالنا اتصال من البعثه، هم بعد اتصالهم الاجواء الجويه وصلوا تاني يعني في مطار الجزائر. في الحقيقه معالي وزير الطيران قام بدور كبير جدا في وقت يعني. الو ايوه والاخو، لكن الحمد لله. طب واضح ان الاتصال فيه مشكله، نحاول الاتصال كده مع معالي الوزير مره تانية يا شباب عشان خاطر يعني الكلام اللي بيقوله ده كلام في منتهى الاهميه. طبعا هي طائره خاصه، فبالتالي ما هيش تابعه لاي خطوط طيران، فالطائرات الخاصه لازم بتكون بتاخد تصريح بشكل معين عشان خاطر تعبر الاجواء. فهل هي شركة الطيران الخاصة هي اللي المفروض انها تجيب هذه التصاريح، ولا البعثة اللي مسافرة هي اللي بتجيب التصاريح؟ المسؤولية على مين؟ يمكن مش هي دي النهاردة مشكلتنا، دي هتبقى مشكلة جوه إدارة نادي الزمالك نفسها، انها تبقى عايزة تشوف ايه اللي حصل والكلام ده حصل ازاي وتسبب في ايه ومين اللي تسبب فيه. لكن في النهاية احنا بنتكلم على مشكلة برضو موجودة عندنا، احنا النهاردة الحد والماتش يوم الثلاث والبعثة لسه واصلة، والبعثة قعدت شوية وقت طويل في مطار الجزائر، فكل ده طبعا بيؤثر على لياقة اللاعبين وقدرتهم على ان هم يتعاملوا مع المباراة. ان شاء الله يقدروا على الاقل ان هم يبقوا عندهم فرصة يفكوا عضلات اللعيبة، بعد كده يتشاف اذا كان في فرصه للتدريب. طبعا التدريب اكيد هيبقى تدريب خفيف عشان خاطر يقدروا يلعبوا المباراه بدون اجهاد. برحب تاني بدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، اهلا وسهلا معالي الوزير. اهلا بيك، انا ما اعرفش الخط قطع من امتى، لكن انا كنت بقول لحضرتك ان يعني احنا تواصلنا على طول بعد ما تلقينا يمكن صباح اليوم بعد تقريبا 11 كده. احنا تواصلنا بشكل جدا، معالي وزير الطيران تدخل بوقت كبير، عرف التفاصيل بسرعه وقدر ان هو يعني يعمل التصريح من مصر، الطيران من مصر من هنا بسيادته يعني. وطبعا كنا متواصلين ايضا مع وزاره الخارجيه، والحمد لله يعني اطمنا على البعثه. ويعني بقول للناس كلها دايما في الحالات اللي زي كده تراجعوا اجراءاتكم بشكل سليم، وده بيكون طبعا ايضا مع شركات الطيران بصفه خاصه لما تكون شركات خاصه. صحيح، هي شركة خاصة، وبالتأكيد هيبقى في وقت للتحقيق في هذا الموضوع من خلال بقى إدارة الزمالك نفسها لما يرجعوا. لكن هل حضرتك اطمنت على حال اللاعبين، وخصوصا انهم قعدوا فترة في الجزائر والمباراة بعد بكرة؟
والله الحمد لله طمنا ويعني ربنا وفقهم وده يعني حاجه غير متوقعه حصل يعني تدخلنا راحوا اكيد يعني هيعملوا بقى ضبط يعني الموضوع ده جزء فني يعملوه. المهم يعني احنا قدرنا يعني نحل المشكله بسرعه لكن يعني بنقول كل البعثات ونبقى نقول لهم يعني حتى لو بتاخد طياره خاصه علشان تقلل الوقت يكون يعني ده النية كويسة النية كويسة ان يبقى في ادارة خاصة علشان ما تعملش كونكشن وبعدين تضيف الكورونا ما يبقاش في اجهاد على اللاعبين ما يبقاش اجهاد. طبعا لازم يبقى برضه تراعي الشركات دي او تقول يعني ضماناتها ايه وده طبعا معالي وزير الطيران وعد ان هو يعني يدخل في التفاصيل يعني الموضوع والاسباب بشكل او اخر يعني مكان حضرتك احنا بنشكره جدا ويعني وهم وصولهم واحنا بنطمن عليهم وهنتابع ان شاء الله كل تفاصيلهم زي ما بنتابع كل فرقنا بصفه خاصه لما بتلعب يعني في الدوريات الافريقيه النهارده في الكونفدراليه بيراميدز الحمد لله ومتابعين طبعا يعني بقيه الانديه كلها ان شاء الله اللي يحصل لينا متابعه ليها ونطمن على بعثه الزمالك اول باول. طب معالي الوزير يعني هنتهز فرصة ان حضرتك موجود معانا على الهواء واسأل حضرتك عن استعداداتنا هنا في مصر عشان ننظم بطولة كأس العالم للرماية. الحمد لله احنا بقى في مديول عمل كده بنشتغله وبعد ما اتنظمت كرة اليد احنا عندنا الرماية وبعد كده السلاح وبعد كده الجمباز كلها بطولة عالم وفي خماسي بعد كده يعني الاجنده بتاعت 2021 وبعد نجاح يعني كرة اليد واحنا الحمد لله ودي اصعب دي اصعب يعني كره اليد اكيد اصعب من ان انا نتكلم على سلاح او ان انا نتكلم على رمايه. اصعب بكتير ان اللعبه الجماعيه بتختلف. طبعا عندنا اللعبه الجماعيه بما فيها مصر 32 دوله مع اتحاد دولي مع وقود كان في شغل كتير جدا ومع منشات جديده بنديها فعلا كان يعني الحمد لله الدوله المصريه كلها بتدخل مركز سياسيه وكل الدوله المصريه قدرنا نوصل لحاجه يعني للعالم كله. اكيد الالعاب الفرديه بتختلف تكون اقل في شده الجهد يعني شويه على اعتبار ان كل لاعب هو فريق يعني لاعب نصف فريق. احنا في نهايه المطاف عندنا 31 دوله 400 رامي المفروض منزلين في ثلاث فنادق بننسق اللجنه المنظمه ايضا مع وزاره الصحه في مجال العمل اللي احنا شغالين على طول نفس طبعا في لعبه جماعيه وكل دي لكن برضه بنأكد ان احنا مصر الحمد لله بتقدر تضيف الدول وعندنا كمان اربع دول بما فيها مصر بطولة 21 سنة افريقيا شغالة في الوقت الحالي فالحمد لله يعني مصر دول العالم خلال الرياضة ومستهدفاتنا وده دايما يعني السكان الرئيسي يقول لازم نكون لما نعمل حاجه نعمل احسن حاجه فان شاء الله دايما مصر كده بتعمل كل حاجه افضل حاجه. طب نقطه اخيره معلش معالي الوزير بنتكلم على الزيارات بتاعت حضرتك واطلاق برنامج الرياضه من اجل التنميه في محافظه شمال سيناء ممكن حضرتك تدينا نبذه عنه؟ اكيد احنا عندنا برامج كثيره جدا بصفه خاصه ايضا اهتمام الدوله المصريه والقياده السياسيه بالمحافظات الحدوديه كلها. عندنا برامج كتيره جدا للشباب في المحافظات وايضا للسن الصغير وايضا في المجالات الرياضيه، لكن شمال سيناء وارض سيناء طبعا ارض السلام ليها واقع خاص. احنا كان عندنا طبعا تنسيقا مع يعني وزاره الدفاع ووزاره الداخليه وحاجات كتيره قوي بنشكرهم جدا. وزاره الشباب قامت يعني بزياره واحنا كمان بندي رساله امنه لاهلنا في سيناء وبره سيناء. ان كمان احنا بيتنا يوم هناك وكان عندنا العديد والعديد من المشروعات سواء في مجال الفتاوى المراه والحرف اليدويه ومشروعات رياضيه ومشروعات في مجال الرياضه حتى في مجالات الالعاب الفرديه والجمباز شفنا بناتنا في سيناء واولادنا وهم بيلعبوا جمباز وبيلعبوا كاراتيه وبيلعبوا حاجات كثيره جدا وكمان انشطه للرواد كوره بالإضافة إلى الأسبوع اللي بعده كان في زيارة أيضا للوزارة التتبعية بقافلة الخير كانت أيضا لشمال سيناء من خلال إدارات يعني مختلفة من الوزارة فإن شاء الله إحنا مكملين
في كل اماكننا بدورنا المفروض نعمله في المجال الشباب والمجال الريفي. كل الامنيات بالتوفيق في هذا المشروع ومجموعه من المشاريع الجاده لصالح المواطن المصري. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا مع الوزير. شكرا لحضرتك دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وان شاء الله فريق الزمالك يحقق نتيجه ايجابيه يوم الثلاث في مباراته، وتكون يعني نقول ايه يعني رب ضاره نافعه.